السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة للجميع. مرة أخرى نلتقي في معركة وعي جديدة وبرنامجكم بين السطور على هذه الشاشة المباركة. الحقيقة أن الأحداث اللي تمر بنا كل يوم في تصوريني يعني أصبحت واضحة جدا، لكن سبحان الله العامة في تيه وفي غفلة وفي سلبية، وأصحاب المؤامرات مستمرين معتمدين على هذا التيه اللي فيه العامة وهذه السلبية، مستمرين في مؤامراتهم على هذا البلد وهذا الشعب. ما يحدث في ليبيا صدقوني يعني بعد 10 أو 15 سنة لو بنحكوه الأجيال القادمة حتكذبنا إن هذا حدث في ليبيا وإحنا قاعدين نتفرجوا ورضينا به. ركزوا على الكلام كويس. أنا حكيت لكم في السابق مرة بعد ما طلعت من برنامج بين السطور في تلك الأيام أيام الثورة، اتصل بي واحد من بريطانيا، والله حتى اسمه يريح مني، وقال لي يا دكتور في بنتي بتكلمك. قلت له تفضل. واضح ان البنية مسكينة تأثرت بالحلقات اللي نقدموا فيها، فقلت لي يا دكتور نبي نسألك سؤال، تفضلي يا بنتي. قلت لي هل الكلام اللي كنت تقول فيه قبل شوية، رانيني كيف طالع من الاستوديو، هل الكلام اللي كنت تقول فيه قبل شوية في الحلقة حقيقة مدارة معمر ولا مداراش؟ كنا يومها نتكلموا على الإعدامات اللي في رمضان والشنق، وجبنا هذيك المناظر المؤلمة للصادق الشويهدي رحمة الله عليه، وللشيخ عثمان زرتي، وللشيخ الطمزيني، وللمناظر اللي كانت يفطروا على الشعب الليبي. قلت لها طبعا بوها مسكين قال لي نبيها تحكي معاك يعني، فقالت لي سؤال واضح فريم واضح، قالت لي هل هذا كله دار معمر وإلا من باب الحرب الإعلامية؟ بنت ذكية. قلت لها والله يا بنتي دار ودار أكثر منا، وهذه مشاهد حقيقية. قالت لي يعني الكلام اللي كنت ايه نعم دارة وطلعوا الناس تصفق في الميادين والباقي سلبيين راقدين في حياشهم، اهم شيء يمشوا للجمعية، سامحوني هذا كلام واقع، يمشوا للجمعية ياخذوا مصروف الشهر، والحقيقة هذا دار معمر ودار اكثر منه. وقعدت نحكي لها، عجبني السؤال، استمريت معاها في الحديد دار ودار 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 ودار. قلت لي ما لاش توا درتوا؟ قلت لي امتى الكلام هذا؟ في الثمانينات طبعا وفي السبعينات. قلت لي ما لاش درتوا التورة توا في 2011؟ كلام بلا معنى سفاهة. تخيلوا بنية مولودة وعايشة في بريطانيا، والله أعلم عاش نتذكرها، هل مولودة وعايشة في بريطانيا ولا مولودة في ليبيا؟ قلت لي ما دام الكلام هذا كله ما تعرفاش، لأنها ولدت في التسعينات ولا في الثمانينات. فحتى احنا اللي صاير اليوم في ليبيا الأجيال بعد 10 أو 15 سنة للعيل اللي اليوم عمره 5 سنين ولا كيف جابت أمه ولا عمره 10 سنين، بعد 10 سنين بيولي عمره 20، بعد 20 بيولي 30، وهكذا سيتساءل يقول يا 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 ابوي يا امي يا جاري يا اخوي يا عمي يا خالي، يا اللي انتم مديرين روحكم مثقفين، يا اللي مديرين روحكم اساتذه جامعه، يا اللي مديرين روحكم كذا، الكلام هذا صار فيكم في 2018 و19 و17 ولا 14 و15 ولا كيف ما كانت الحاله؟ وقعدتوا ساكتين. اي نعم اني نجاوبهم من اليوم، من اليوم نقول لهم اي نعم اي نعم ساكتين اي نعم ارضوا بالكلام هذا. ما تقوليش ما رضيتش، رضيت تطلع في الميادين،
ما رضيتش خود موقف. أما رضينا ينعم. أنا والله ما رضيت، أنا طالع لكم كل اثنين وخميس بايع راسي نتكلم بأعلى صوت والحمد لله اللي في دماغي نقول فيه، اللي نعرف حق نقول فيه. والله ماني ساكت علي ظلم. معذرة إلى ربكم. لكن ينعم إيه لهذا اللي صار فينا يا ولدي ويا بنتي وقعدنا ساكتين بصراحة. هذه الحقيقة. معقولة عقيلة صالح ومعاه 15-20 نفر يفصلوا عليه 7 مليون ليبي ولا 6 مليون ليبي بالطريقة اللي ما نش عارف شين حتى نقول عليها، يديروا قانون بالباطل وما يعرضوش للتصويت ويجتمعوا. وانتم شفتوا اعضاء مجلس النواب قال لك 34، هذا عضو مجلس النواب انا مانيش حاضر معه، 34 عضو يحضروا ويقرروا مصير شعب، والشعب مقعمز في القهاوي ولا ياكل ويشرب. داروا بعدها التعديل بعدها الاسبوع اللي فات، قعمزوا قالوا لا القانون اللي درناه فيه تعديله، يعدلوا عليه كيفهم. وما هم حاسبين، مش حاسبين في البلاد راجل. واليوم يزيدوا يديروا تعديلة تانية، قال لك بايلو كم ترشحش حفتر خلينا ننزلوا العمر من 40 لل 35. عمركم شفتوا بلاد يتم التلاعب بها بهذه الطريقة؟ مواد دستورية، مواد دستورية الترشح للرئاسة يتم التلاعب بها بالطريقة هذه؟ إيه نعم، أنا نقولها للي بيسأل، اللي بيسأل في 2030 ولا 2035 ولا 2040، إيه نعم يا ولدي ويا بنتي. مرات ما نكونش حية وياخدوها لأن الآن التكنولوجيا تسجل في كل شيء. إيه نعم، هذا اللي كان صاير، شلت قتل مجرمين. إيه نعم قتل ومجرمين لأنهم أيدوا العدوان على طرابلس، وبعدها بسنتين أقل هم القتلة والمجرمين اللي أيدوا قتل الليبيين ودمار طرابلس ودمار، هم نفسهم اللي أصدروا قوانين الانتخاب كيف ما يبوا وبطريقتهم وبدون ما يشاوروا حد ولا معبرين حد. إيه نعم، وعندنا في ذات الوقت مفوضية انتخابات قبلت ذلك وتعاملت معاه مخالفة لكل القوانين. إيه نعم، وعندنا أعضاء مجلس نواب بعد 4-4 جول طرابلس، بعد 4-4 جول طرابلس واجتمعوا في طرابلس وصرفت لهم ميزانيات وخشوا القاعات وبدوا وداروا انتخابات وبعدين ضحكوا عليهم. إيه نعم، ما تقوليش ما ضحكوش عليهم، ضحكوا عليهم، يا اما ضحك عليهم يا اما متآمرين. هم ما يقدروش يقولوها ونقولها لكم أنا. جابوهم اجتمعوا في صبراتة، اجتمعوا في 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 غدامس، وعلى رأسهم اللي كانوا سواء اللي كانوا في طرابلس 76 واحد، واللي توا للأسف اللي قاعدين حتى هم يأيدوا وانتم تعرفوه، اللي سواء اللي في منصة رئاسة مجلس النواب حشاكم ولا اللي مقعمزين اللوطة. اي نعم، جو ضحكوا عليهم على توحيد مجلس النواب لأن كان بالفعل تعالوا هنا وضحكوا عليهم الأمم المتحدة والدول وعلشان توحيد مجلس النواب وبنح عقيلة وبنديره، وفي الأخير قعد عقيلة في مكانه ومش هكي وأسوأ من مكان ويفصل عليهم. وبالعكس
ويأيد على ضرب الأعضاء يخلي يد هيك الهايق قال في الصوت والصورة هذه لن يمحوها التاريخ. وفي الأخير يفصل ويبينا بقوانين انتخاب بدون قاعدة دستورية، ويطلع عماد السايح بكل بجاحة وبدون حشم، وهو يعلم كل الكلام اللي قلته يعلمه، ويقول لك لا قانونيا ما قانونيا. للأسف محكمة، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء معطل لي المحكمة الدستورية، معطل لي الدائرة الدستورية. إيه نعم يا ولدي ويا بنتي اللي بتسألونا بعد 10-15 سنة، إيه نعم هذا كله حدث والعار أطول من العمر. ونجاوبكم من الآن علشان تلقوا مادة تستشهدوا بها بعد 10-15 سنة، سواء كنت على ظهر الأرض أو في باطن الأرض، تلقوا مادة تستشهدوا بها إن هذا الكلام انقال في التلفزيونات. ومش أول مرة نقوله، مش أول مرة نقوله، لكن لا حياة لمن تنادي. الناس استمرأت الذل واستمرأت العار، وإلا ما فيش شعب حي يقبل باللي قاعد يصير. وأنا عارف إن بعد 10-15 سنة حيسأل السؤال هذا، كيف قبلتوا؟ كيف جيلنا احنا سأل السؤال هذا لما قلنا لهم كيف تقبلوا ان يتم الانقلاب على الملك؟ قال لك والله الشعب في اغلبه امي وفي اغلبه جاهل وفي اغلبه كذا، وهذاك الوقت صوت العرب من القاهره كان لي صدى كبير، وهو اللي كان غاسل اغلب المثقفين، المثقفين يا اما ناصريين يا اما بعثيين يا اما يساريين. وبالفعل حتى أن واحد من الناس اللي قضوا في السجون في عهد القدافي، والله من فم اليودني قال لي أقسم بالله ليلة في المظاهرات اللي أيدت انقلاب سبتمبر، قال لي والله أنا لين صوتي ينبح وأني نهتف. شيباني هو عمره توا فوق 75 سنة، والله من فم اليودني قال لي عندك حق، قال لي لكن كان هذا الوضع. وما نبيش نقول لكم والله دكتور في الهندسة، أي ما تبوش بعد هيك. قال لي هذاك الوقت هو متخرج من الجامعة، قال لي الله غالب، كان احنا عندنا، هو قال لي احنا كنا ضد الفساد وضد كذا، لكن ما كناش عبد الناصر، وكان ناصري في تلك الفترة وكذا، وليبيا بتولي زي مصر، ما يحسبش ان هذيك السجون والقتل وكل كان في مصر، لكن كوبي بيست. الحصيله الاجيال ستتساءل، تتساءل عن المراحل السابقه. هاني قلت لكم احنا سالنا الناس كيف ما طلعتوش ضد الانقلاب في سبتمبر؟ كيف ما ايدتوش الملك؟ وقالوا السبب الشعب أغلب أمي، بالفعل كانت الأمية ضاربة طنابها، رأوا هذاك. وحنين طبعا الآن بعد الحقائق نقول لهم كانت المشاريع النفط كيف بادي كذا، لكن أغلب الشعب حقيقة طلع أيد انقلاب سبتمبر، ومن هذيك يقعد على قلبهم 42 سنة سامهم سوء العذاب بما فيهم محدثي. هذا قال لي إني رقبتي انبحت، قال لي ما فيش مظاهر تأييد ما كنتش فيها، من سكان طرابلس هو. بعدين البنية سألتني اللي قلت لكم عليها، قالت لي هذا الكلام اللي تقول فيه مظبوط؟ معناها كيف انتم ما درتوش ثورة قبل هيك؟ وحتسألنا الأجيال القادمة كيف معقولة؟ معقولة رئيس برلمان يوم 4/4 يأيد الهجوم على العاصمة ويأيد قتل الآلاف ودمار البلد ودمار كذا، وبعدين يقعد رئيس برلمان وفوق منها يفصل عليكم قوانين بالزور وبالباطل وتقبلوا بيه؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أنا اللي علي هاني ندير فيه، أما أو اللي جابه جاوبتها، إيه نعم هذا اللي صار، إيه نعم مفوضية انتخابات هذا حالها،
أو مش نكون واضح جدا، إيه نعم شعب سلبي راقد راقد. الرجال رجال فبراير يا إما في السجون يا إما استشهدوا يا إما شادين حياش منضيف فيهم ولا لخدمته وشد حوشة، والباقي أو شوية قاعدين يتحركوا، والباقي الله غالب الله غالب الله غالب. أما هذا الحال لا يرضى به عاقل. أعضاء مجلس النواب 76 أو إذا بنجو للمؤسسة الدخل جو واجتمعوا في طرابلس وصرفوا الملايين وداروا دورة، جو قالوا لهم تعالوا بنوحدوا مؤسسة مجلس النواب دورة لقيناهم نحسب. والله ما يخطر علي قسما بالله في 2019 والحرب مشتعلة وال 2020 أقسم بالله العظيم لو بيقولوا لنا إن في 2021 راهو عقيلة صالح بيقعد رئيس البرلمان وراهو عقيلة صالح بيفصل القوانين وراهو بتمشي عليكم القوانين هذه، أقسم بالله اللي يتفرجوا علي الآن هو في وجوههم في وجوهكم كلكم قسما بالله لما تقولوا كذب ما يصيرش الكلام هذا، وردوها علي إن استطعتم كلكم أحبابي واللي يتفرجوا علي. معقول انت كيف ايش تخرف يا دكتور محمود؟ انت معقوله يا رجل تعقيله صالح ولا ما عاد شاده البرلمان؟ توامسي هو طالع في بيان يأيد في الهجوم على طرابلس وتبي يقعد؟ نرجع بكم قبل سنتين لكنه قاعد وقاعد يفصل عليكم، واللي اعطيته له انا في سيارتي هذيك اعطيه لكم كلكم الستة مليون واضح جدا، وما هوش معدر على حد ومشكي. ولاقي مفوضيه انتخابات تقول انا يا عمي مفوضية الانتخابات راهو في حاجة اسمها مجلس دولة لازم من التوافق، راهو يا مفوضية يا محكمة عليا يا دياولو يا شعب راهو الانتخابات الغرض منها مش وجود الانتخابات، الغرض منها الانتقال من حالة الانقسام والتشظي والاحتراب إلى حالة السلم والتوافق وبناء الدولة. يعني الانتخابات يجب أن تكون بقوانين وأنظمة وقواعد دستورية متوافق عليها، ما تكونش بقوانين مغالبة لأنها حتجيب الحرب لأنها حتجيب الانقسام لأنها حتجيب البليل الأزرق. وأنتم واو قلتها الكلام هذا، وأرجوك يا أحمد صفار وأرجو الناس اللي متهم اللي مهتمة بنشر الوعي وأنا أرجوكم كلامي هذا وزعوه وانشروه، راهو كل من يساهم في اعتماد هذه القوانين ما يسمى بقوانين عقيلة صالح وبناء الانتخابات عليها فهو مشارك في أي قطر الدم تسال في ليبيا في المستقبل، لأن هذه قوانين ليست توافقية وقوانين ما تبنيش البلاد وقوانين ما تجيبش السلام للبلاد. نريد انتخابات أمس مش اليوم، نحن من أشد الناس الذين ندينا بالانتخابات، واحنا من 2015 خدينا خطوه الخلف لان من لو كنا اصحاب مناصب ولا طامعين في مناصب رانا قعدنا في مجلس الدوله ورانا نسكوا في ال 16000 زينا زي غيرنا واحلى مسها زي ما قال الوليد هذا اللي شد الطير. لكن احنا اخترنا ان احنا نوخر خطوه الخلف يا سيدي، برا يا سيدي غير عمري كان خرابك مني. لكن اي واحد الان يساهم سواء في مفوضية الانتخابات سواء أعضاء البرلمان 76 اللي يقعمزوا المفروض يجوا يعقدوا في طرابلس، أرجعوا زي ما درتوا في 4/4 أرجعوا الآن نعقدوا في طرابلس وقولوا هذه القوانين ما تمثلش برلمان ليبيا. قال لك لا البرلمان ما ينقسمش، خليه ينقسم البرلمان، ليبيا هي اللي ما تنقسمش، خليه ينقسم البرلمان، شو فيها كان ينقسم البرلمان؟ خلي العالم يعرف انكم انتم مش متوافقين مع عقيلة صالح والا انتم موافقين معه. خيركم 4/4 اجتمعتوا في طرابلس واليوم ما تجتمعوش، اجتمعوا في طرابلس وقالوا ان هذا ما يمشيش عليكم. اما تمشي للبلاد راواني احذر ان هذه المغالبه اللي قاعده تصير في البلاد واقولها باعلى صوتي راهي بتجيب الحرب، راهي بتجيب الدمار، راهي بتجيب الدم، راهي بتجيب الانقسام للبلاد. وكلكم شركاء فيها، كل من يعمل على هذا، لأن الناس لا يمكن أن تقبل بهذا. كيف؟
قوانين ظالمة، قوانين تحسب في منطقة عدد سكانها 16,000 زي منطقة عدد سكانها 100,000، بالعكس المنطقة اللي عدد سكانها 20,000 و30,000 عطينها 3 كراسي، والمنطقة اللي عدد سكانها 70,000 و80,000 100,000 عطينها كرسي واثنين. المنطقة اللي البعد الجغرافي متاعها تمشي فيه مسيرة يوم بالسيارة عطينها كرسي واثنين، ومناطق تانية حاسبينها البعد الجغرافي متاعها، ومنطقة تشلش عليها في تمر عليها ما تشعرش انك مريت بمنطقة اساسا عطينا كراسي، حاسبين البنادم بنادم وغادي البنادم بعشرة وهني البنادم بنص، كيف هذا؟ وانتخابات رئاسية، مشروع انتخابات كل اسبوع يجددوا فيه وكل اسبوع يعدلوا فيه يحطوا فيه على مقاسات، زي من يفصل في بدلة، تمشي البدلة يقول لك بروفا الأولى، لما بتمشي تفصل بدلة والجماعة اللي فصلوا في البدالي يعرفوا، تمشي يقول لك خلاص الأسبوع الجاي التارزي، يقول لك الأسبوع الجاي عندنا البروفا الأولى، ياخذ مقاساتك وكذا يقول لك تعال لي الأسبوع الجاي، تمشي للأسبوع الأول تلقاه مفصل لك هيك حاجة شادة بالواحد وتمشي، يبدأ يلبسها لك وبعدين يبدأ تاني، طبعا تمشي يقول لك خلاص ولي لي بعد كم يوم للبروفا الثانية، البروفا النهائية، تمشي له يدير لك البروفا الثانية، بعدين يقول لك ولي لي بعد أسبوع خلاص تو تلقى البدلة جاهزة. هذا ما داروا لنا جماعة طبرق، كل أسبوع يفصلوا في قانون انتخابات رئيس ليبيا، عد المادة هذه، حط المادة هذه، حط المادة هذه، ضيف المادة هذه، عد لليوم ينزلوا لك من 40 إلى 35، أنا ما دبي يروح حتى من 30 كان عليني، لكن مش هيك، مش كل أسبوع تخطر عليهم مادة لأنها تناسب فلان وتناسب علتان، ولا لأن المخابرات المصرية قالت لهم ديروا هكي، ولا قال لهم خليفة حفتر ديروا هكي. وبعدين والله العظيم ما نسامحكم الشعب الليبي، والله العظيم أنتم 76، أنا هذه كلمن لي حرض عليه دمار طرابلس وزغرت ورابط كندرته مش يجي ينقل مكاتب لطرابلس في يوم 4/4، هذا ما عنديش لوم عليه وما نكلماش بكل، هذا مكان السجن ومكان الحبس، لكن أنا لومي علي زعميتهم كانوا معارضين دمار طرابلس وبعدين يأتمروا بأوامر القاتل المجرم اللي حرض على قتل طرابلس وماشيين مقعمزين، هم هو رئيس وانتم مقعمزين لوطة، وبحجة التوافق وبحجة، كيف هالكلام هذا؟ كيف؟ إذن الأمور واضحة جدا، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. تنسيقيات هذه مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب اللي قاعدة فوق 210 ولا 220 حزب قدمين للتسجيل، ما سمعناه الصوت إلا 3 ولا 4 اللي هم تكلموا ورفضوا هاللعب اللي قاعد يصير. الباقي كان في حاجة لتمكين المرأة، طيب يطلعوا لك زي الجنون، زي الجنون يطلعوا لك مبعبطين هيك، فهم تلقاهم قاعمزين، فهم ويكتبوا شهادات الدكتوراه الفخرية وشهادات الكذب، والله يبدأ الواحد يتحشم إنه يقول دكتور، أقسم بالله العظيم الواحد يبدأ يتحشم يقول دكتور، بفضل الله عز وجل من كثر لم يشوف السنداسة هذين، يجي تلقاهم قاعمز لي قدام واحد ويصور وياخذ في سيلفي وياخذ لي في سيلفي مع فلان ومع فلانه ومع الشيطان ومع شيطانه وينزله لي، وكان اليوم اجتماع مؤسسات المجتمع المدني، وين مؤسسات المجتمع المدني؟ وين الاحزاب اللي جايه اللي مسيبه برقه وجايه تعلم في 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 تاسيس احزابها من طرابلس؟ حتى في صفحاتهم انا نتابع حتى في صفحاتهم، والله ماني غافل على حاجه، والله رؤساء احزاب ومقدمين والقائمه عندي، وتو ان شاء الله تو غير نعطي فيهم في مهله اسبوعين هذيم، والله الا ما نحط لهم بالاسم كل واحد، وراه فيهم اصحابي واصدقائي وحتى اقاربي، والله الا ما نحطهم كلهم، عرفت؟ وينكم؟ اطلعوا وين اصواتكم؟
اطلعوا قولوا يا اولاد هذا ظلم اللي يصير، اطلعوا قولوا هذا ما يجيش، اكتب في صفحتك يا سيدي براءة الى ربكم. على الاقل خلي الاجيال القادمه اللي كان سالوك ولا والله ستبول الاجيال القادمه على قبورنا لنتيجه صمتنا هذا، والله انتم اعضاء مجلس النواب ستبول الاجيال القادمه على قبوركم نتيجه ما فعلتموه في هذه البلاد ونتيجه هذه المهزله اللي صايره. ما هذا؟ ويطلع لي رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومدير لي مؤتمر صحفي ويقول لي والله احنا ملتزمون وملتزمون، كيف القوانين هذه؟ كيف انت مش عندك ما انت تبي حراب؟ قولوا يا اولاد احنا ان شاء الله نبوها تولع، تبوا تقسموا ليبيا قولوا ايه احنا عملاء ونبوها تنقسم، عملاء للماسونية وعملاء لفرنسا، خلوني نفقش كل شيء. والله العظيم في كلام عارفة بيوديني في 60 دقيقة. خلوه قولوا اطلعوا كونوا تريس وتحملوا مسؤوليتكم، قولوا ايه نعم احنا اجتمعنا بفلان وبفلان وبفلان، اجتمعنا في تونس وفي اسطنبول وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وجتنا الاوامر نديروا ونديروا ونديروا، والله غالب ما نقدروش نطلعوا عليه. قولوا خزية على الحياة اللي بتخليك توقف هكي، وخزية على المرتب اللي بيدلوك به، وخزية على خزية على الحياة اللي بتخليك تبيع ليبيا وتبيع أجيال وتبيع في سبيل مرتب ولا في سبيل إنك هذا ما هوش عمل بسيط، والله هذه ما هيش وظيفة، والله ما جيتهاش ولا تهربت منها ولا الهفت لكلف ولا الفين مع حرمتها والتأكيد على حرمتها، شو الحكاية؟ ولا خديت لك مهمة مشيت سافرت فيها، ولا مشيت سكنت في فندق على حساب الشعب، ولا مشيت سكنت خديت طيارة خاصة على حساب الشعب، هذا مستقبل أجيال، هذا دمار، هذا وعد لحلم ملايين، شو الحكاية هذه؟ الناس ما تبيش تفيق، الحياة وقفت عز. وين 76؟ احنا قلنا يا سيدي مع معارضتنا البرلمان من 2015، لكن لما جول طرابلس فرحنا بهم وقلنا خلاص وغير خلوكم كذا وخلوكم كذا، دورة ولت حليمة لعادتها القديمة، شيء ضحكوا عليهم صبراتها كذا كذا، مانيش عارف اني ما نبيش نتهم الناس، دورة لقيناهم موليين اللي طبرق ومش غير موليين اللي طبرق، ويقولوا نعم بسم الله لكل اللي يديرها العصابة هذه، عصابة القتلة والمجرمين اللي أيدوا الحرب على طرابلس. لا واحنا نفصلوا وكل اسبوع نعدلوا وانتم البسوا بس. وفوق منها يطلعوا لنا وحدين مجننه ما عندي ليهم وصف الا مجننه. قاعدين في اسطوانين هيك كذا يجوا يطلعوا لك يهددوك يديروا لك القانون من هنا وبعدين يطلعوا لك شله من المجننه والمتلقلقين. ما لن أصفهم إلا بهذا، يقول لك برقة ونقطع النفط، أي واحد أعيد وأكرر يتكلم باسم برقة ويتكلم بحقوق برقة فهو نصاب وما نبيش نقول عليه احتراما للمشاهدين أو مش احتراما اللي هو. أنا أخوتي في المنطقة الشرقية يتواصلوا معاي وقسما بالله قالوا لي راهو المتابعين ليك في المنطقة الشرقية كثيرين جدا، قلت لهم أنا كان نلقى والله كرهتها كلمة المتابعين هذه، قولوا متابعين القناة أنا ما نبي حد، أنا الواحد تدره كبدة تابعوا ما تديروا شيء، شني قاعدين غادي زي المالقيات متابعين لي، والله يفرح فرحتني والله يحسبني أنا من الناس اللي تفرح بالمتابعين والمتابعات واللايكات والواحد ما نفرحش بها أنا، والله دارها كبدي منه، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طلعت، الواحد حتى الحياة الطبيعية محروم منه. ولمس تلاقيت مع واحد مع مجموعة والله شباب، المهم واحد قال لي اسمع أنا قسما بالله العظيم راهو قال لي هيك، قال لي والله العظيم ما نقبلك، قلت له باي مش ندخلني فيك تقبل ما نقبلش، اسألك بالله، قال لي ساكت هو تو احنا نتكلم وكذا قعد يجي نص ساعة ساكت، قال لي لكن بصراحة والله من حساب دوتك هيك
قلت له دوتي اللي معاكم هني هي نفس الدوتي في التلفزيون. قال لي يا راجل انت خادمين عليك خدمه غير عاديه يشوهولك في صورتك. المهم من هني قال لي اسالك بالله حسابك قديش فيه؟ والله زي ما نحكي لكم بالحرف الواحد راه. قلت له تو انت سالتني بالله قديش متوقع؟ قال لي اقسم بالله كان فيه 100 200 مليون شويه. راجل بعقله راهو، راجل عنده ماجستير. وراجل بعقله بعقله، راجل محترم يعني مش من ايتها الناس. قلت له نعم. تصور معناها في ليبيا ال100 وال200 مليون عاديات، شوفوا لوين وصلنا احنا. المهم قلت له شوف انا بنقول لك حاجه، انا اقسم بالله ما عندي الا الحساب هو. لما وريته له والله قعد الراجل لين تخش في لين تهستر من الضحك. قال لي شو انت تحكي؟ قلت له اقسم بالله ليس لي الا هذا الحساب وهذا اللي فيه. قعد يقولك قال لي تريدكم انتم واكلينها؟ قلت له هذا هو، هذه الحقيقة. فاهمين ولا؟ فقصة نرجع لموضوعنا احنا، قصة المتابعين كذا ما ينفعش. إذا كان هذا الكلام ما إذا أنت مقتنع به حق فيجب أن يحركك، أما أنت مش مقتنع به هذا خلاص ماكش مقتنع به. أما أنت تقول لي والله هذا كلام حق، تو أخوتنا في برقة اللي طالعين قلت لكم، وين تلقوا واحد يقول لك حقوق برقة والحقوق التاريخية لبرقة وظلم برقة وتهميش برقة، أعلموا أنه نصاب، نصاب بامتياز. جدران وين؟ مش رئيس حكومة برقة وثلب برقة صك ليبيا في 160 مليار خسرهم فيها، مش كلها من الأمم المتحدة ودول المحاسبة. وبعدين غبر راهو هذا وقع الصخيرات، خوه سالم الجدران من اللي وقعوا الصخيرات. شوفوا الكارثة. ما تقول ليش وين توا وين برقة توا وين حقوق برقة، دوروها وين، اقطعوا جرة الجدران وغيره البرعصي ما البرعصي كلها اللي جت وكذبت باسم برقة اختفت. سمولي شارع واحد قطر في برقة، برقة من 2014 برلمان، برلمان برقة، حكومة عندها حكومة، بنك مركزي عندها بنك مركزي ويطبع في العملة ويجيب جيش، وقلتوا عندنا جيش. سمولي إنجاز واحد، كلها قاعدة كلها خنبت وكذبت، وسمولي شارع واحد قطر في برقة، سمولي مستشفى مبني في برقة، سمولي مدرسة، سمولي محطة كهرباء تم صيانتها. وحتى لو صارت أي شيء كلها تجي من طرابلس. سمولي مش في حكومة غادي ولا نكذب ولا ما فيش يا اخواني؟ كانت حكومة الثني وكان برلمان وكان بنك مركزي وكان جيش وكانت شرطة، هذه مستقلين. سمولي شن هو اللي ندار في برقة؟ قولوا لي احنا بنينا دمرت بنغازي صح، دمرت درنا صح، هجر المئات الالاف صح. سمولي انا اتحداكم كلكم اللي يتكلموا باسم برقة من 2014 الى هذه اللحظة، البرلمان شن هو اللي داروه؟ بتسألني على أموال جماعة البرلمان؟ والحمد لله يطلعوا في عارهم كل يوم في بعضهم. تسألوني على الأملاك اللي ملكوها جماعة البرلمان؟ نعم. الوزراء اللي شدوا وزراء مع اثنين؟ نعم. نعم بأملاكهم قاعدة في القاهرة وفي تونس وفي مالطا وفي قبرص وفي تركيا، وقاعدين اقسم بالله تركيا اللي يسبوا لكم فيها يملكوا فيها كله. هانيني راني خذوه مني الكلام مسؤول عليه. كلهم يملكوا في تركيا هني ويسبوا فيها وبعلم الحكومه التركيه والمخابرات التركيه. والله اعلم بالك حتى هي مسجلت لهم سيديات. بالك كل شيء راهو مسمع وما الله اعلم. رانيني لساني يحرف. فكوني من هالموضوع. يجيكم بعدين واحد يقول لك حقوق برقة، ترى حطوا لنا الفيديوهات خلينا نشوفوا الكليب الثالث هذا كان بتحطوا لنا. إنه وفي يوم الأحد الموافق 24/10/2021
وبمنطقة بنين المجاهدة التي دارت على عرضها الطاعنة معركة من أهم معارك الجهاد ضد الغزو الإيطالي سنة 1914، ويعيد التاريخ نفسه في نفس المكان بعد 100 عام في مقارعتها الإرهاب والدواعش بفضل جيشنا البطل والقوات المساندة وشباب المناطق. ومن منطلق مبادرة القاهرة التي تضمنت حقوق الأقاليم الثلاث سنة 2020، ومن منطلق اتفاق جنيف سنة 2021، وانطلاقا من الاجتماعات التمهيدية التي عقدت بمشايخ وأعيان ونشطاء برقة، وبهذا الاجتماع المبارك نقر نحن الحاضرون ونؤكد على الآتي: 1. نؤكد للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن ما دعانا لهذا الملتقى هو عدم تطبيق بنود الاتفاق السياسي المتفق عليه جملة وتفصيلا. 2. عودة جميع المؤسسات والإدارات والشركات التي تأسست في برقة والتي تم نقلها إلى إقليم برقة، إلى إقليم طرابلس، عنوة. 3. يطالب الحاضرون حكومة الوحدة الوطنية منح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاث. 4. يطالب الحاضرون بالتوزيع العادل للثروات على برقة وفزان وطرابلس، وكذلك بالتساوي في المناصب السيادية والتمديد السياسي وفي جميع المجالات كالاستثمارات الخارجية وغيرها. ضرورة صرف كافة المرتبات المتأخرة والمتعثرة لكافة القطاعات والشركات على مستوى الأقاليم الثلاث وتفعيل المقاصة بين المصارف. 6. يؤكد الحاضرون على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بالتزامن، وعلى مجلس النواب إلغاء المادة رقم 20 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب. 7. كما نستهجد تعنت رئيس الحكومة بعدم تصفية وزير الدفاع واحتفاظه بالوزارة. 8. يؤكد الحاضرون دعم جميع مخرجات وقرارات لجنة 5+5 العسكرية من وقف لإطلاق النار والسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية على التراب الليبي، وأيضا دعم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي هي الضامن الأساسي للاستقرار وسلامة ليبيا وصون أراضيها. 9. وأخيرا وليس آخرا، نؤكد أن هذه المرحلة التاريخية مرحلة حساسة مما يستدعي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة ما تم ذكره وبصورة عاجلة، وحتى لا تتخذ أي إجراءات من شأنها تصعيد الموقف، ويتحمل رئيس الحكومة ويتحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عواقبها وتبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي، كما نثمن الجهود الداعمة للمواقف الوطنية والرامية إلى تصحيح مسار حكومة الوحدة الوطنية في عدة مواقف ولقاءات سابقة لإعداد هذا البيان. عاشت ليبيا واحدة موحدة مستقرة آمنة صدر في دين المجاهدة يوم خليه من الشهر 10/2021. الله أكبر ووفق الله الجميع. برقة 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 برقة. بارك الله فيك على الحضور وإن شاء الله وجبة غداء لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برقة برقة، بارك الله فيكم على الحضور، وجبة الغداء قريبة. هذا هو، هذم للأسف شفتوهم.
يعني قال لك عدم تطبيق بنود الاتفاق السياسي طبعا معروف، مع ان احنا معارضين وسبب الكارثه هذا الاتفاق السياسي، لكن من اللي ما باش يطبقه واللي احتفظ بوزاره؟ هؤلاء النصابين اللي نحكي لكم عليهم والمضحوك عليهم. قول واحد، هؤلاء هم النصابون والمضحوك عليهم، يعني ما فيهاش نقاش. بكل عودة جميع المؤسسات إلى إقليم طرابلس، نائبي رئيس الوزراء وكذا، والتوزيع العادل والفنقي هذا. أنت كانت عندك وزارة، رئيس الوزراء عندك شن اسمه تهادة الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي عندك، والنفط يبدأ يصدروا لك فيه ولهفوه جماعة وانت تتفرج، وقاعدين أو بنقول لكم لليوم قاعد يتهرب النفط الليبي إلى هذه الساعة اللي نتكلموا فيها، قاعد يتهرب. وللأسف أقولها، للأسف قاعد يتهرب النفط الليبي. الخردة كلها تباع من غادي، مع أن قرارات وزارة الاقتصاد منحها، لكن ما فيكمش راجل يقدر يتكلم. مؤتمرات وتغدوا وتروحوا. لكن هذا مرة أخرى شفتوا يطلعوا لك القوانين هنا، وعلشان أنتم ما تعترضوش وكذا يديروا لك لقاء زي هذا. ما نبيش نقول أنا أي كلمة، واضح أن الناس مخلطة فيه، لكن هذا اللي صاير، هذا للأسف. ويمشوا بعدين للأسف، للأسف أقولها والله، عندي كلام يا جماعة يعني، وكلام واقعي، هو كلام واقعي. برقة 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 برقة، تي برقة يا راجل، تي برقة شو اللي درتوها لها يا راجل؟ تي ليكم 6 سنين حاكمين فيها، أنتم حاكمين فيها بالطول والعرض، مصرف مركزي وحكومة ورئيس وزراء ووزارات، واضرب اطرح، وحتى العملة طبعتها. وفي الأخيرة اجتماعاتكم قاعدات في خيم. أعطيني الكليب الثاني يا شباب، اللي هو متاع الثامن، أعطوني الثامن، خلي الليبيين يتفرجوا، خلي الشعب الليبي يتفرج. قال لهم أنا هذا من الحقول والله من غدوة نسكره، وراه نائب رئيس الوزراء مقعمز. تخيلوا، يعني يتآمروا على ليبيا، يتآمروا على قوت الليبيين، من أجل مصالحهم الشخصية فقط. والله العظيم هذين أقسم بالله لا تهمهم برقة، ولا يهمهم شعب برقة على قولتهم، ولا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية والشخصية. بدليل الحمد لله من 2014 وهم مستقلين. تو لما انت يبدا عندك برلمان، ويبدا عندك وزاره ورئيس وزاره ووزارات، ويبدا عندك جيش وشرطه على قولتكم، ويبدا عندك مصرف ليبيا المركزي، وتطلع الفلوس وتصدر وتمشي وتجيب شن هي الدوله؟ هذه هي. لكن سموا لي شارع واحد قطرا بس، سموا لي صينتوا محطه كهرباء واحده عن طريق، مش عن طريق طرابلس، صيموا لي مستشفى واحد صينتوه مش عن طريق طرابلس. أعطوني اجتماع الملعب لـ 14 يا شباب. لجنة تسمى لجنة الإشراف على إخراج مطالب بركة وتسمى
تكون متوزعة على الأربع مناطق ضربة بالتساوي. وهذه اللجنة هي لها الحق في المفاوضة والإشراف وإبداء الرأي والاستماع مدى استحقنا ذلك. اثنين، استعمال العناصر الموجودة بأيدينا استعمال صحيح كأخلاق النفط والمنافذ وعودة جميع الوزراء والوكلاء والممثلين بركة إلى بركة، ويكونوا تحت النائب الأول لرئيس الوزراء. ثلاثة، التوضيح للمجتمع الدولي والعالم المحيط بنا. إنما دعانا لذلك هو عدم تطبيق قواعد الاتفاق الدولي المشرف عليه الأمم المتحدة بعدالة توزيع السلطات والثروات والمناصب السيادية. أربعة، إلى أن نصل إلى هذا المطلب الرئيسي وفي حالة عدم الاستجابة يطلب من مجلس النواب تنفيذ قرار سحب الثقة وتشكيل حكومة تطبق الاتفاق الدولي. خمسة، إذا تم الاتفاق على الإقفال، الإقفال قصدي المنافذ، إذا تم الاتفاق على الإقفال فتكون الإقفال في جميع الحقول والموالي والطرق في بركة في آن واحد تحت إشراف اللجنة المشكلة من جميع المناطق في بركة الأربع، ولا يتم أي حلول إلا بحضور اللجنة كاملة. التأكيد من خلال بياننا على التأكيد على الانتخابات في 24 ديسمبر وعدم التأجيل لأنها هي الحل السياسي للدولة الليبية. وشكرا للمحققين وبارك الله بكم. بالله شن تفضل يا دكتور؟ والله العظيم ما عاد عندي من تفضل. المخرج يقول لي تفضل يا دكتور. دي بعد هذا معاش فيه تفضل. في الضم وشناطينا والروحة والشعب يتفرج. يعني لا نايب بعد هذا الكلام، لا نايب عام يتحرك، لا وزير داخلية يدير أمر قبض، لا مدعي عام يدير قبض، لا شيء. هذه ناس قاعدة تفسد في البلاد عيني عينك، وتخرب وتدعو لتقسيم البلاد بشكل واضح وجلي. وهنا احنا انه سجل يا تاريخ او تشوفوا فيهم. وأنا أرد بكل قوة وبالدليل والبرهان، يعني والشعب اللي في ليبيا يتفرج. تفرج يا سيدي. أنا نبي منقولها فقش، أتحدى على الهواء مباشرة، والله ما عندي معلومة، لكن لأنني نعرف، لأنني عايشة من 2011، أتحدى القطراني حاضر الاجتماع هو، أتحدى إن دار مذكرة واحدة لرئيس الحكومة يطالبه بصيانة طريق ولا صيانة مستشفى. أتحداه وزير المواصلات حي وكل الوزراء ومن برقة خلي يجيبونا ورقة واحدة، ولا في اجتماع رئيس الوزراء مجلس الوزراء طالبوا في اجتماع واحد. بالعكس، اللي كلها الأمور ماشية بشكل سلس، والأمور عندنا ملاحظات كثيرة على الحكومة. لو كان نفتحوها تو نقعدوا ندو. لكن أنت ماشي لما متفهمتوش على البزنس. إيه نعم، ما تفهموش على البزنس، ما تفهموش على الكوميشن، ما تفهموش على الخنبة. خذوا الكلام الرسمي، مش بعشرات الملايين، والله بمئات الملايين. خذوها والله بمئات الملايين. لهناك برقة ولا يدوروا في برقة، وراقد الريح في برقة والله ما يندري عليه واحد من هذيم، والله ما يندروا عليه. وبالعكس هاو بنقول لكم، هاي خذوا والله. حتى اللي يمشوا قسما بالله تقول لك انا خليني نمشي نسمع منهم، وقالوا في غدي سمح يا راجل. خذها فقش. الناس الكويسة راه يماشيين، مش هالسنداسة هذيم العوالة. يجي يقول لك تاو يا راجل كلمني فلان متحشم منه، نمشي نوري وجهي ونصكوها غدي ونروح. للأسف هذا واقع شعبنا اللي بيسل بعد 10-15 سنة. أنا نحكو له فيه توا،
وكلها موجود في اليوتيوب، وبإذن الله كلها مسجلين نحن في سيديات. تو مع السيديات هارد ديسك 2 تيرا و3 تيرا و5 تيرا مسجلينها كلها، وإن شاء الله خلي مش بعد، حتى لو كان احنا تحت الأرض صغارنا يقدروا يعرضوا للشعب الليبي مش ما يزوروش التاريخ. هذه الحقيقة. المهم بعد ما صار من هالتريري، لأن الآن في صحوة في برقة، الآن في صحوة، الكلام اللي نقوله فيه يعني الناس بادية تشوف فيه. تفكروش أنا من العام الماضي لما قلت لكم غير تعالوا جاي، راي برقة ما هيش وحدة، راي برقة في برقة البيض وبرقة الحمراء، وفي الجنوب في الواحات جالوا وجلة وجخرة، وفي الكفرة وفي تزربو فحتى التبو، وتعالوا جاي راهو في بنغازي اللي يقولوا العواقير احنا هلها، وكأن بنغازي نعرفوهم نعرفوا بنغازي أرض مني احنا معروفة، أرض بالعونو وسيدي حسين والسلماني والصابري وابو هديمة، هذه مانيش عارف الاسماء اللي سميتهم قديش فيها عقوري، مع احترامي للعواقير، ولا اني غلط ولا هذه ولا ما ولا نسمي في مناطق ما هيش بنغازي، هذه هي مناطق بنغازي اللي نعرفوهم بصراحه. شارع العقيب مانيش عارف من هم، وشارع وسط البلاد تو نسمولكم بالعائلات معروفين قديش فيهم عقوري معروفين، لكن يا سيدي بنغازي، لكن بنغازي هل هي حد برقة ولا البيضة ما هيش من برقة، ولا درنا ما هيش من برقة ولا البيضة؟ وثانيا عن أي تهميش تحكي؟ تهميش أنت رئيس المجلس الرئاسي رئيس ليبيا من برقة، ولا لنا منفي ما هو ما تعتبروش فيه من برقة؟ قولوها، طلعوا قولوها، هذه الحقيقة. راهو تو نقول لكم أنا نقرر لكم في الحقيقة. الحقيقة مرات الناس هذه لنا يجاملوا في بعضهم ما يقولوهاش. إيه نعم، أقسم بالله العظيم يمينا بعقد الهاء غير حانث إن بعض اللي يتكلموا باسم برقة المنفي ما محاسبين عليه برقة. ما تزعلش مني يا دكتور محمد، ما يزعلوش مني المنفى، ويعرفوها الحقيقة، وما تواجهوش في بعضكم، تخافوا من بعضكم وتجاملوا في بعضكم، لكن أسمعوها في بين السطور. أنا من لا أدعي أني نعرف تفاصيلها برقة، لكن نعرف أن بعض القبائل وبعض الأشخاص ما دام الدكتور محمد المنفي منفي يعني ما هوش من برقة، خذوها فقش سمسرة وتجارة، حاشا المنفى شراف، يكفي إن منهم ذلك الأسد الذي رفع هماتنا جميعا في السماء لما نقول بلد الشهيد عمر المختار أسد في الصحراء. هذه الحقيقة، ربما مرة، وربما بعض الناس يقولوا لي يا دكتور أنت غرقت، ما غرقتش، نقول الكلام هذا وتسقم ليبيا وما ولا تنقسم ليبيا ولا يمشوا علينا المغرى هذين. إيه نعم، أنا لن أسمي، لكن إيه نعم، وزيرة الخارجية منين؟ وزير الصحة منين؟ ونائب رئيس الوزراء القطراني هذا منين؟ الوكلاء يا راجل، وزير التعليم منين؟ ولا حتى هو لأن مغربي تعتبروا فيه ما هوش من برقة، طلعوا قولوا حتى هي توانين نفلقها الليلة. بعض الناس إذا مش من قبيلتي فهو مش من برقة. إيه نعم هذه الحقيقة. تفلقوا لنا البلاد، دايرين لي تجمعات ومدايرين لي واحد يتكلم لي، واحد بيسكر لي النفط ويحلف الليلة نسكر لهم الحقول،
شني طايحين في زرع بوك احني ولا الحقول معقبه لك بوك انت. تو والله العظيم تو خليني نقولها لكم وبنعذركم بها، تو والله يا معمر حتى الحلم والله في دار نومك ما تقدر تقول الكلام هذا. تو رحموا عليه فبراير ورحموا عليه رجال فبراير، ولا حتى كان بتسبوها سبوها، لان بالفعل اللي تخلي الواحد يطلع قدام الكاميرات ويقول بيسكر الحقول قسما بالله العظيم الا مهزله. خليني نقول لكم قسما بالله العظيم حلم ما تقدر تحلم به. كان هذا منين نبت؟ اعطونا بتاع 16 يا شباب. الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. بيان صادر عن عمداء بلديه البطنان ومجلس حكماء وتنسيقات المجتمع المدني البطنان. 1، نطالب بفتح مطار طبرق الدولي لما له من اهميه لقضاء حاجات المواطنين ونقل المرضى، وهو شريان حيوي لا يمكن لأحد التحكم به ولا نسمح بذلك. 2، نستنكر بشدة الإجراءات المتخذة لسحب الثقة من الحكومة التي لا يتجاوز عمرها 60 يوما. 3، برقة لا يمثلها أي كان فردا أو مجموعة وبأي صفة كانت، ما لم يعقد اجتماع عام موسع يشمل كافة أحياء أطياف الشعب البرقاوي. 4، حكومة الوحدة الوطنية أطلقت مشروع عودة الحياة والذي غطى كل مناطق ليبيا كافة والقطاعات التي تهم المواطن لأول مرة. 5، نطالب بعدم بث الفتن وتهميش دور البلديات والشورى لحكماء، كما نوصي بتوحيد الجهود وعدم شق الصف الإداري والاجتماعي وأن تكون كل القطاعات تحت الحكومة الوطنية وفق القانون. 6، مسار اللامركزية الذي تنفذه الحكومة يضمن تساوي الفرص وعدم التهميش لأي جهة. 7، نؤكد وبقوة عدم المساس بحقول النفط ومونيها باعتبارها تخص جميع الشعب الليبي. 8، التأكيد على موعد الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021 وعدم عرقلتها. 9، ندعو حكومة الوحدة الوطنية الحضور للجنة المكلفة من قبلها إلى إقليم برقة لزيارة منطقة البطنان والتشاور مع مسؤوليها وحكمائها. وفق الله الجميع ووحد الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام عقل وكلام منطق يا سيدي، حتى بالطالب طالب من حقك، لكن قصة تقسيم ليبيا وقصة الحكومة هذه صفتها نعتها ونديروا دعوة لحكومة موازية وندعو لكذا والقيادة العامة والبليل أزرق، شو العالم هذه وقفل النفط والكلام الفاضي؟ ولا هذه مش من برقة توا؟ ولا برقة حدها أنتم؟ وين بيان برقة البيضة؟ وين في بيان برقة البيضة؟ وينه؟ في بيان باسم برقة البيضة، مش عارف حطيته ولا ما حطيتوش. المهم ترى حطوا لي كلمة إدريس البرعصي حتى هو حطه، هذا عضو لجنة 75 وبرعصي وبرقاوي وتفضلوا. في بالجبل الأخضر اللقاء الذي مزمع عقده في مدينة بنينة، واستفسرنا عن أهداف هذا اللقاء. هذا اللقاء يتحدث عن المطالب، يتحدث عن الاحتياجات لإقليم برقة، ويجب الحديث عن احتياجات كل المناطق. هناك تحسس بأن كل التركيز وكل الأمور على مدينة بنغازي. مدينة بنغازي مدينة عريقة،
نحترمها، دفعنا فيها ثمن غالي، عبدنا الطريق برؤوس شبابنا من أجل تحريرها من الإرهاب والتطرف، وبالتالي يجب الخدمات أن تعم. وهناك يعني رأي عام في منطقة الجبل الأخضر أن هناك انحياز في قضية الخدمات، في قضية توقيع العقود وما شابه ذلك في مدينة دون أخرى. أرجو ألا يتم هذا، وهذا قد هذا إذن الأستاذ دريس البرعصي أيضا يؤكد كلامنا أن هذه مجموعة، طبعا هو يقول يتكلموا باسم كذا، وأن عموما هذه اللي نبي نقوله لكم أن الآن في صحوة كبيرة في في المنطقة الشرقية بالكامل، لأنهم اكتشفوا أن عبارة كلهم عن مقامرين وعن ناس تدور في مصالحها، وأن ما فيش ولا واحد تهمه برقة بحقيقته، ناس عبارة تدور ما تلهف وتدور ما تنهب وتدور ما تسطو، وبيقسموا ليبيا وبيلعبوا بخيرات ليبيا، وبالعكس والله مستعدين يبيعوها في سوق النخاس، والله مستعدين يبيعوها ما عندهم مش مشكلة. وفي الأخير برقة فيها رجال، وبرقة فيها شرفاء، وبرقة فيها أولياء صالحين، وبرقة فيها رفاق وأبناء رفاق عمر المختار والفضيل بو عمر، وفيها أحفاد السنوسية وأحفاد الصالحين اللي أيدوا السنوسية، وفيها أحفاد وأبناء المناضلين الذين ناضلوا ضد الطغيان على مر التاريخ، وبإذن الله في الأخير ما يصح إلا الصح. أما للأسف اللي مكبرين بطونهم واللي يبوا يلهفوا ناقة الله يسقيها وما يفكروش إلا في مصالحهم الضيقة، واللي يتلاقوا في مرابيع علشان يتآمروا على السرقة وعلى توزيع المناصب وعلى توزيع الملايين بين القاهرة وشرم الشيخ واسطنبول وتونس واليونان وإسبانيا وغيرها، رأي كلها الملفات موجودة وكلها مسجلة، وقسما بالله حنطلعوها بالكامل. أنا الحقيقة الملف الثاني اللي نبي نتكلم عليه قبل لا نمشي، في مراسلة القطراني يعطوها لي يا شباب الانسيرت الخامس، غير نوريكم وين التلاعب، شوفوا إلى أي مدى يصل التلاعب بالعبارات، وإلى أي مدى لما نقول لكم في رجال دولة وفي رجال نجع بتاع خيمة، ما همش عمره ما يصلحوا رجال دولة. بالله يشوفوا المنطق اللي يتكلم به. للأسف علي القطراني أيام المجلس الرئاسي دار نفس الشيء، واليوم أنا والله ماني عارف الدعوة هذه شن هي بالضبط. تعطوني الانسيرت الخامس يا شباب ولا مش واتي؟ الحلقة بتتم وبتجهزوه كيف يجي منا هذه. للأسف الشديد نائب رئيس الوزراء يخاطب رئيس الحكومة ويقول له لا الكفرة هذه لعبتيني، قسما بالله زي ما نحكي لكم، ما هو قلت لكم، لكن أنا ما نقدرش نطلع من الاستوديو قبل ما نقولهاش، علشان الأجيال اللي بتسأل بعد 10-15 سنة على الأقل يلقوا واحدة وتكلم عليها العار هذا. تخيلوا نائب رئيس وزراء وبعدين تصوروا ايه نعم يكلم في رئيس الوزراء يقول انت المراسلة هذه اللي مديرها الكفرة هذه الكفرة اهتمامي ليه؟ اهتمامك انت شيء ما يخشش، راه شيء ما يخشش المخ. لكن الله غالب، هذا موجود، هذا هو اللي مداير الاجتماع متاع بنينة، وهذا للأسف اللي صاير، والله غالب هذا الواقع. تفضلوا السيد معالي رئيس مجلس الوزراء، طبعا ما دام يخاطب فيه معناه معترف به. هذه رأي 25/10 اليوم، هذه اليوم فرش، إشارة إلى قرار معاليكم رقم 375 لسنة 2021 بشأن تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة الكفرة لبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية والاطلاع على المشاكل بالمنافذ الحدودية الواقعة بنطاق المدينة واتخاذ ما يلزم لحلها مع الجهات المعنية. عليه نفيدكم بأن مدينة الكفرة تقع ضمن اختصاصنا الإشرافي والإداري، وصدور القرار المشار إليه على هذا النحو يزيد الانقسام الإداري ويخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق، ونوصي بضرورة تعديله بحيث تكون اللجنة برئاستنا طبقا للاختصاص والتشريعات النافذة. هو ماشي حرجان ويدعو لإسقاط الحكومة
ويدعو لكذا ويبي ولجنة ماشية الكفرة بتشوف احتياجات المدينة نتيجة مطالبات سكان الكفرة واتصالهم والمجلس البلدي، وبتشوف عندنا مشاكل حدودية مع السودان ومع مصر ومع تشاد، وفي مشاكل بين تبو وزوية، وفي غادي مانيش عارف منطقة اسمها الشورى ولا مانيش عارف، وتاني وصلت فيها مشاكل الكفرة أنا وصلت فيها. وهو طبعا المشكلة يا قطراني انت ما دامك انت مناطق اشرفية ليش ما تحركتش بروحك؟ والله ما يهمني ني ولا يكلم في دبيبة ولا يكلم فيها، لكن يا اخواننا هذه ليبيا يا اخواننا. لما نقول لكم انت ما دام تقع ضمن اختصاصنا الاشرافي، مع ان كلام يخش العقل لرجال الدولة، لكن يا سيدي هب ان الكلام هذا صحيح، ليش ما مشيت لهاش؟ ليش ما درت لهاش زيارة؟ قاعد تولع في الفتن من بنينة لملعب بنينة لمرابيع العواقير. خيرك انت ماك شايف شغلك وماشي تشوف حارق قاد الرياح واحتياجاتهم، لين دبيبة يدير لجنة انت مشغول بمشاكلك والفتن اللي تولع فيها واللي يضحكوا عليك واللي يجروا بيك واللي يقولوا لك كذا ومدايرين لك. لما رئيس الحكومة يدير لجنة وبتمشي تقول له لا حس هذا اختصاصنا احنا، انت وين صار يا اخواني؟ هادهم هم رجال الدولة، وهذا للأسف اللي عندكم، هذا الموجود الآن. هذه المهم حطيناها مع ديرة إلى ربكم. عندنا بالله صندوق دعم الزواج، طبعا كل شيء منشور وكل شيء ريتو، خشوا قوائم المستفيدين، هذه قوائم المستفيدين، خشوا أضغطوا على أي بلدية وشوفوا الأسماء. والله يا إخواننا أنا خشيت واطلعت على بعض البلديات، والله الذي لا إله إلا هو، وجدت أسماء كانت تقاتل ضد فبراير والآن مستفيدين من دعم الزواج، وصحتين وغير يتزوجوا، لكن يجي يقول لك النكبة، ويجي يقول لك يا حسر أيام العشرة فرادي بربع، واخذ 40,000، اسمه موجود، هاي كل شيء موثق. ولا يقول لك المرسيدس اللي بتجيب لنا الخبزة، هو صاك حق مرسيدس مش بتجيب له الخبزة، خذيه حقها هو، عمره ما يحلم به يا معمر القدافي. وللأسف للأسف أهل فبراير مسكرين فامهم وما فيش من يدافع عليه فبراير. هذه أنا أطلب من مشاهدين ومن يسمع كلامي، وأرجو من الإخوة أن ينقلوا كلامي هذا. الآن أضغطوا كل واحد في مدينته وشوفوا الأسماء، تلقيهم بالكامل يسبوا في فبراير، يقول لك 10 فرايد ربع، يقول لك وين المرسيدس يا محمود، يا بوك وبو المرسيدس واللي صنع المرسيدس اللي وصاك 40,000 وما زال تدور فيه. للأسف هذا هو اللي موجود، يسبوا ياكلوا الغلة ويسبوا الملة. يا سيدي يقولها يا معمر بوك يمشي بالجمعية، كتيب الجمعية وكتيب العائلة، ومرات مزور مسجل في أكثر من جمعية علشان ياخذ باكو شاهي وأربعة كيلو مكرونة والرز يصبوا له في الرز المصري اللي يتغزغز بين سنونه. مش 40,000، 40,000 دينار، والحمد لله، ونبوا 40,000 ثانية، وخلي الشباب يتزوجوا وخلي البنيات يتزوجوا الله يبارك، خلي يتمتعوا بنا. لكن يا سيدي أطلعوا قولوا كلمة، أطلعوا قولوا كلمة، أطلعوا قولوا والله العظيم صراحة. لكن تلقاه أنا نقول لكم رأو غير، والله ما متحشم، أنا بيش نقول الأسماء. يا راجل يجي يقول لك يا سيف الإسلام عدلها، سيف الإسلام يا معفن كان زايد في النعيم وانت 40 دينار ما عندكش، مش 40,000. خشوا، المهم هذه موجودة منشورة والقوائم كلها بالاسم والرقم الوطني وكل شيء. قبل لا نختمه لا ما تكتبليش وتصبوا على خير، مانيش مقايلها مازال، عرفتوا عارفكم بتروحوا، لكن الحقيقة ما نبيش نغادر الاستوديو قبل ما أعلن. أنا كتبتها في صفحتي فرحتي مع ذلك الطفل، والله العظيم، وهنا أحيي كل الشرفاء في برقة، الأطفال اللي اصطاد والدهم صقر، والفرحة اللي بادي عليهم، واللي التربية
يرحم البو اللي رباهم والأم اللي ربتهم. والله يعجبتني يا راجل لا سبان دين، الله أكبر، ويا باتي واحترامهم لبوهم إن شاء الله، اللهم احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك ورب يحفظهم من الحسد والعين. لكن الحقيقة أثر فينا ذلك المشهد الجميل وهم يتناولون ذلك الصقر. هو في فيديو يا شباب، لو تحطوا لنا الفيديو وأنا أحيي حتى التاجر اللي سمعنا أن شري منهم الصقر بمبلغ محترم، وإن شاء الله يحطهم وين ينفعوه. والحقيقة أصبحنا يعني نتشوق إلى الأخبار المفرحة بغض النظر. هذا في طبرق يا إخواني، إحنا لا نفرق بين طبرق وبين طرابلس وبين نالوت، ليبيا واحدة. فالحمد لله يا رب العالمين، وحبيت نبارك له في بين السطور وعلى هذا وعلى منشاش التناصح، وإن شاء الله يا ربي يبارك له في ذريته، وإن شاء الله الوليدات نشوفهم أطباء ومهندسين وفلاسفة وعباقرة، وبقية كل هذا الجيل اللي الحقيقة ما نبوش ينظلم. وهنا نسعو على الأقل بقول الكلمة، لأن الكلمة هي المفتاح، وهي والحياة والنماء والحضارة كلها بدايتها كلمة. تصبحوا على خير، وإن شاء الله ليلتكم مباركة.